اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية بيت أمر شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية، وأصيب شاب حين أطلقت قوات الاحتلال النار عليه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أغلق جنود الاحتلال مداخل مدينة الخليل وطرقا في المدينة بالمكعبات والسواتر الترابية. وفي الخليل أيضا أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محطة منبر الحرية الإذاعية وحطمت محتوياتها وسلمت العاملين فيها قرارا من أجهزة المخابرات بإغلاقها. وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.